لو الحكاية فيها إن فيدي شرف حضرتك. مهندس شفيق أحمد شفيق، مدير السلامة والصحة المعنية. كلمنا عن دور حضرتك هنا في الموقع. احنا دورنا دور جماعي مش دور فرد، دور جماعي اللي احنا بنحافظ على العمالة الموجودة ونحافظ على صحة البني آدمين الموجودين. بخصوص طبعا لان في شكاوى بتروح من العمالة ان هنا الحياة صعبة، حياة كمعيشة، فاحنا بقدر الامكان بنحاول نوفر لهم المعيشة الأدنية اللي هي يكون فيها اقبال للعمال، ذاتي من مية شرب، من نوم، من سكن، من اكل، الكلام ده كل ما يخص صحة البني آدم. والحمد لله بقدر المستطاع ربنا موفقنا في النقطة دي. ايه الامكانيات اللي مع حضرتك؟ يعني انت بتوفر لهم ده من خلال ايه؟ متعاون يعني في مع وزارة الصحة من هتحاول توفر لنا عربيات اسعاف وعربيات عيادة متنقلة، دول خدمة 24 ساعة، وبرضه كذلك بقى من الوزارات التانية، بس حاجات بسيطة يعني بيقدموا خدمات وحاجات بسيطة، بس الحمد لله بقدر المستطاع الجيش بتعامل معانا، فالحمد لله تمام. يعني في حالات صعبة واجهتكم الفترة اللي فاتت؟ طبعا في حاجات كتير صعبة بتواجهنا، بس طبعا بالتعاون مع الجيش بنحاول نعدي الصعوبات دي كلها. ايه اللي بتطلبه في المستقبل عشان الموقع ده مثلا لو انت في معوقات قدامك حابب حضرتك نوفرها او المسؤولين نوفرها لك عشان الصحة والسلامة؟ والله الوعي ده لازم ينتشر اكتر. يعني الوعي ده يبدا ازاي؟ يبدا بكورسات، يعني يبدا في الناس العماله، قسم العماله كله ياخد كورسات، يعني يوفروا حد مدرب يدي كورسات معتمده ان يقدر العامل يفهم يعني ايه الامن الصناعي. ومن دي بقى يبدا العامل فكره بيتقدم شويه، بس تعبنا بصراحه يعني في المشروع ده جامد جدا، بس الحمد لله وصلنا لدرجه الى حد ما مش وحشه يعني. الحمد لله. الحمد لله.